Hi, hi, hello. Yo, no problem. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. من وراء الميكروفون يحييكم معلكم جمال السويدي، ومن صالة الغرافة الرياضية أحييكم وأنقل لحضراتكم لقاء اليوم الذي يجمع ما بين نادي سبارت جلس الفلبيني ونادي الجلاء السوري. اليوم مشاهدينا الكرام، اليوم ما قبل اليوم الختامي، غدا سيكون اليوم الختامي للبطولة الآسيوية 21. بعد دقائق معدودة ستجرى كرة القدم بين ناديي سمارت جلس الفلبيني ونادي الجلاء السوري. استعرض مع حضراتكم الخمسة المشاركين من كلا الفريقين حتى نبدأ رسميا وبداية الفترة الأولى. بالنسبة لسمارت جلس الفلبيني سيشارك اللاعب رقم 7 سيمون ديلان من سمارت جلس الفلبيني، بولجيث رقم 8، 11 ميلان، 13 ريان لوتوز، و14 جوي لازول. بينما يشارك في صفوف نادي الجلاء السوري اللاعب رقم 6 ميشيل معدلي، 9 ايريل جراي، و10 رامي ميراج، يعقوب مارسيل رقم 11، جيمس جرانيت رقم 13. اليوم مشاهدينا الكرام، مثل ما ذكرت، هو اليوم ما قبل اليوم الختامي، سمارت جلس الفلبيني والجلاء السوري يلعبون على المراكز الخامس والسادس. فعلا اللي يفوز بهذا اللقاء، عفوا اللي يفوز بهذا اللقاء سوف يلاقي النادي كازاخستان على المركز الخامس والسادس، والخاسر من هذا اللقاء سوف يلاقي نادي الهلال على المراكز السابعة والثامنة. إذا لا شك، لا شك المباراة أيضا تشكل أهمية، وأهمية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام تكمن في تحسين صورة المشاركين. البطولة الآسيوية بطولة كبيرة، الكل يشارك لحد صفة ومركز متقدم بقدر الإمكان. نادي سبارت جلس يمكن يمتلك الامكانيات الكبيره جدا للمنافسه من خلال هذه البطوله. سوء حظه كان في اكثر من لقاء، ولكن يملك اللاعبين الجيدين فعلا، سترون في مع بدايه اللقاء بشكل رسمي. بينما نادي الجلاء السوري ايضا يملك العناصر الكبيره والقويه واللاعبين المميزين القدماء في نادي الجلاء السوري، والعديد منهم في منتخب سوريا الوطني. اذا نحن في انتظار الثواني الاخيره المتبقيه لنهايه الوقت الفاصل لنعلن رسميا بدايه الفتره الاولى ان شاء الله. Going to pick and roll. Second offense for five. You know, against the, if he can give the ball to Milan, if it's not back, back. مدرب نادي سبارت جلس الفلبيني ويعطي تعليمات. تعليمات قبل دخول لاعبيه الى ارض الملعب، بينما مدرب نادي الجلاء السوري اللي هو المدرب منصور باجاك موف او منصر. إذا الآن في انتظار دخول الحكام إلى أرض الملعب. يدير لقاء اليوم مشاهدينا الكرام ثلاث حكام دوليين، الحكم الأول رباح بوجيم لبنان، رضا جافيدي من إيران، ويعاونهم أيضا نذير محمد من السعودية. كل التوفيق لحكام اللقاء وايضا اللاعبين.
اللاعبون الآن يلتفون حول دائرة المنتصف وستجرى كرة القفز الآن، والبداية الآن رسميا لبداية الفترة الأولى، والكرة مع نادي الجلاء السوري. هذا اللاعب رقم 6 ميشيل معدلي من اللاعبين المميزين في صفوف نادي الجلاء السوري. تنقطع خذها ميلان الى 14 مع الكرة، 8 من نادي سمارت جلس الفلبيني بولجيف. عرضية للاعب رقم 7 بحاول يعدي الى زميله، هذا اللاعب رقم 8 بعد من 1 بحاول يصوب ويحرز نقطتين. اللاعب رقم 8 بولجيف يحرز نقطتين، واول نقطتين من خلال الفترة الاولى تسجل لصالح نادي سمارت جلس الفلبيني. وهجمة من الطرف الاخر لنادي الجلاء السوري، اللعب 13 مع الكرة، بحاول يدخل هذا اللاعب المحترف في صفوف نادي الجلاء، بتنقطع بشكل قانوني وشكل حلو منه. اللاعب رقم 8 ياخذها سمارت جلس الفلبيني، وكعادة هذا النادي يبدا بداية سريعة وحتى نهاية المباراة يمتازون لعيبة نادي سمارت جلس الفلبيني بالسرعة. 9 من نادي الجلاء السوري، اللاعب ايرل جراي الى 10 يعقوب مارسيل يعقوب، تصويبه من اللاعب رقم 10 مارسيل يعقوب او هذا اللاعب رامي ميراج. اذا يحرز منها نقطتين تضاف ايضا للجلاء. اذا التعادل الاول ما بين سمارت جلس ونادي الجلاء السوري، عدت دقيقتين تقريبا والان النتيجه تعادل، والكره الان لصالح ميلان وهجمه مرتده مره اخرى. ١٤ مع الكره، جويزول يصوب، هذا اللاعب رقم 8 ولكن بالضيع ياخذها على طول اللاعب رقم 10 رامي ميراج الى زميله اللاعب رقم 11 ولكن بالطول من ايده، حظه سيء تعود مره اخرى اللاعب رقم 14 جويلا زولس بارجلس الفلبيني. وهجمه بنقطتين لهذا اللاعب بولجيف يحرز نقطتين لسبارجلس. اذا 4 نقاط مقابل نقطتين. يوجد ايضا جماهير، يعني عدد محدود وهو العدد المحدود للجاليه الفلبينيه المقيمه هنا لمؤازره ايضا الفريق. اللعب عرضية ولكن بتكون من ايده. بالامس يعني الجماهير كانت تملأ صالة الغرافة الرياضية، كان سمارت جلس يلاقي الرياضي اللبناني واستطاع الرياضي اللبناني الفوز باللقاء بعد مباراة حماسية وماراثونية. والان سمارت جلس يلاقي الجلاء السوري لمحاولة اللعب على المركز الخامس والسادس للفوز من هذا اللقاء. وهذا ميلان بيصوب ولكن ما فيها شيء، واخذها على طول لاعب سبارتا ولاعب الجلاء السوري، هذا اللاعب رقم 10 ميراج رامي ميراج ياخذها 11 ميلان مره ثانيه صاحب حيازه الكره والريباوند. ١٤ مع الكره من الفلبين وتنحط ثلاثيه ولكن بتضيع، ياخذها على طول جراي. جري الان مع الكره ويحاول يعد من 1 يغير رايه، عرضيه للاعب ميشيل ثلاثيه ولكن غير موفقه. ما زلنا 4 نقاط مقابل نقطتين. يقدم سمارت جلس وتصويبه لهذا اللاعب 14 جوي لازول يحرز ايضا نقطتين ايضا، اذا يرفع رصيده الى 6 نقاط. يتخدف الاحضار سمارت جلس، يعني لا شك يعني اقدر احس بنادي الجلاء السوري، كان طبعا تصريحاته السابقه وتمنياته انه يكون احد اقطاب المنافسين على المراكز الاولى، ولكن دائما كره السله فيها غالب ومغلوب بقيه الرياضات. والان هذه خطا لصالح
الجلاء السوري عن طريق هذا اللاعب رقم 11 مارسيل يعقوب، يحرز منها نقطة إضافية بعد إحراز إصابة ناجحة. إذن يرتفع رصيد الخمس نقاط، فرق نقطة الآن ما بين سمار جلاس الفلبيني والجلاء السوري. اللعب بطريقة عن طريق الخطأ ياخذها ميشيل معدلي، ميشيل بعد من واحد بعد من ثاني ويقشرها ويمررها بشكل حلو جدا للاعب رقم 11 من الجلاء السوري رامي ميراج. هذا رامي يحط منها نقطتين، يتقدم للمرة الأولى الجلاء السوري الآن على سمار جلاس الفلبيني. إذا سبع نقاط مقابل ست نقاط، عرضية من الطرف الآخر، هذا اللاعب رقم 8 إلى ميلان، عرضية بالطريقة عن طريق الخطأ ويأخذها ميشيل معدلي، ولكن بتطول من إيده وتعود مرة أخرى إلى نادي سمار جلاس الفلبيني. اللعب الآن من الحد الجانبي، تصويبة في آخر 24 ثانية المخصصة طبعا لنهاية الهجمة، وتعود لنادي الجلاء السوري. وهذا مدرب نادي سمارت جلاس الفلبيني المدرب تورمان. الكرة لنادي الجلاء السوري إلى رامي، بصوب نقطتين، يحطها ويعزز الفارق. إذا تسع نقاط مقابل ست نقاط، الجلاء السوري متقدم ويأخذها على طول سمارت جلاس عن طريق اللاعب رقم 8 بولجيف، ولكن في خطأ لصالحه، في خطأ لصالحه، خطأ على اللاعب نادي الجلاء السوري، اللاعب رقم 10 اللي هو اللاعب يعقوب مارسيل. طبعا اللاعب كان في محاولة تصويب، هذا اللاعب رقم 8. المحاولة والرمية الأولى محاولة ناجحة. والمحاولة الثانية محاولة ناجحة، إذا نقطتين تضاف ويرتفع رصيد سمار جلاس إلى ثمان نقاط. الفارق نقطة الآن، يتقدم نادي الجلاء السوري. أربع دقائق وأربع وعشرين ثانية تفصلنا على نهاية الفترة الأولى. 13 محترف نادي الجلاء جيمس جراين، يصوب لكن بغير راية ويعطيها تمريرة، كان مصوب أفضل لكن يمررها إلى اللاعب رقم 11 اللي يقف في موقف الثلاث ثواني. إذا مخالفة على هذا اللاعب وعلى نادي الجلاء السوري، تعود مرة أخرى لسمار جلاس الفلبيني. يحاول يعدي ولكن في مخالفة المشي بالكرة، في مخالفة المشي بالكرة على هذا اللاعب رقم 8 بولجيف، والمدرب سمار جلاس الفلبيني المدرب تورمان. تسع نقاط مقابل ثمان نقاط، يتقدم الجلاء السوري. اللاعب رقم 10 بحاول يدخل وفي خطأ، في خطأ على 13 من الخطا على اللاعب رقم 13 ريان اللوتس. تلعب من الحد الجانبي ومحاولة دخول للاعب رقم 10 يعقوب مارسيل الى معدلي. ميشيل عرضية طويلة خارج ثلاث نقاط ومحاولة للتصويب، ولكن الكرة أخيرا تنقطع، وآخر لمسة على اللاعب رقم 6 من سمار جلاس الفلبيني، تعود للجلاء السوري من الحد النهائي. من أسفل السلة اللعب للاعب ميشيل معدلي، يحاول يصوب نقطتين، حلو، يحاول يصوب نقطتين وتضاف نقطتين لنادي الجلاء السوري الآن. إذا يرتفع رصيد نادي الجلاء السوري إلى 11 نقطة مقابل ثم نقاط سمار جلاس الفلبيني. تمريرات خارجية ودفاع ضاغط من الجلاء السوري، وهذه ثلاثية بتتصور ولكن بتضيع، ياخذها تكملة إلى اللاعب ميلان، إلى سبعة إلى ميلان، ميلان بحطها بشكل سهل ويرفع رصيد سمار جلاس إلى 10 نقاط.
يعود مرة أخرى إلى الجلاء السوري عن طريق هذا اللاعب جري. تصويبة غير ناجحة من لاعب الجلاء السوري. وهجمة سريعة الفلبينيين يعني ما يمشون ببطء. على طول يصوبون على طول يهجمون. جميل أيضا من اللاعب رقم 10 من الفلبين اللاعب مارنيل. مارنيل يحرز ثلاثية يتفوق بها على الجلاء السوري. إذا 13 نقطة مقابل 11 نقطة. خطأ الآن على لاعب الفلبيني. اللاعب رقم 13 أو اللاعب رقم 13 من الجلاء السوري. جيمس جرانيت. إذا الكرة تعود إلى إسمار جلس الفلبيني. ثلاثية مرة أخرى الآن من اللاعب جون تيو. جون تيو من مسافة بعيدة يحرز ثلاثية ويعزز الفارق. إذا 16 نقطة إسمار جلس الفلبيني مقابل 11 نقطة نادي الجلاء السوري. دقيقة و40 ثانية تفصلنا على نهاية الفترة الأولى. وفي خطأ أيضا على لاعب إسمار جلس الفلبيني. هذا اللاعب اللاعب جون تيو صاحب الثلاثية خطأ عليه والخطأ الشخصي الأول. وفي طلب وقت مستقطع الآن طلب مدرب الجلاء السوري لطبعا تعديل السكور 16 مقابل 11. I told you the main problem defensively is pick and roll. And you are far from him, you go behind him. This number 6 is a great shooter. Chase, you got you're late, man. Stay close to him because he will finish it, shot. Stay close to him. I told him to wait here, but you must be closer, you know. He had open a shot, totally open. He wasn't here. Good shooter. Stay with them. Even if he's taller than you, run, but box him out or hold him. Take the foul. Don't let him to take offensive rebound. Okay. In offense, you big guy. When he sets for wrong inbound, we have no problem with him. We have no problem with him. Okay. Let them make four. But be patient. After you get the ball here, wait that he come in front position. Okay. Low post. Wait. All right. Four. إذا المشاهدين الكرام انتهى الوقت المستقطع لطلب مدرب نادي الجلاء السوري. طبعا يعني في وقت لازم ياخذ فيه وقت مستقطع 16 مقابل 11 كان نادي الجلاء في الفتره السابقه هو المتقدم. الان اسمار جلس يتقدم ب 16 نقطه مقابل 11 نقطه. تلعب الان للجلاء السوري. ميشيل معدلي عرضيه لجري يحاول يساعد على الكره تنقطع بشكل جيد من اللاعب رقم 8 اللي هو كول. واخذ عرضه سريعا الى زميله اللاعب رقم 7 مسوي ثلاثيه اللاعب سيمون ديلان. ويرتفع رصيد سمارت جلس الفلبيني الى 18 نقطه. بدايه قويه لسمارت جلس وهذه الثلاثيه المحترف نادي الجلاء السوري المحترف رقم 10 اللاعب رامي مرج يحرز ثلاثيه يقلص الفارق. نلعب في اقل من دقيقه الان متبقي على نهايه الفتره الاولى. دفاع ضاغط من جري على اللاعب رقم 6 يعدي ويمررها بشكل جيد الى اللاعب ميلان. مررها بشكل جيد الى اللاعب ميلان اللي يحرز منها ايضا نقطتين. اذا 21-14 اقل من 33 ثانيه. والهجمه الان للجلاء السوري ودفاع ضاغط مثل ما احنا شايفين دفاع الزون ومحاوله دخول ولكن في خطا على اللاعب رقم 8 اللاعب بيكلي. الحكم يقول من الحد الجانبي الكره للجلاء السوري الان. جري الى اللاعب رقم 12 جورجي الى اللاعب رقم 10 تمريرات لحين اقتناص الفرصه للتصويب فعلا يصوب اللاعب رقم 12 وتنقطع
وبالضيع ياخذها مره ثانيه جلال سوري بصوب على طول مستعجل فيها الكرام للفترة الأولى بالنتيجة 21 جلاس الفلبيني مقابل 14 نقطة للجلاء السوري. هناك تحتين راحة لكلا الفريقين. نتابع المدربين للفريقين وبعدها أعود معاكم البداية للفترة الثانية. Okay, you make the combination. Him or one or you or one. Doesn't matter, okay? And you take the number six as a point guard. If he's maybe the fourth, we'll see. Let's fix this defense, okay? Stay too easy, penetrate, one-on-one. Marcelo, even you have, you know, the others must watch the for rotation. Where is the board? When he penetrates, he spread, and try to do something for the pass break. First offense. It will be offense five. Come on. Stronger move. Move faster. Faster move. Hey, what? Go, go. Let me run. Run. We gotta run now. Let us run, guys. Let us run, guys. إذن مشاهدينا انتهت الفترة المخصصة لراحة الفريقين. الفترة الأولى انتهت بنتيجة 21 نقطة لسمارت جلس الفلبيني مقابل 14 نقطة لنادي الجلاء السوري. نلعب بداية الفترة الثانية والكرة الآن مع سمارت جلس الفلبيني. الفترة الأولى كانت الكرة مع جلاء السوري. إذن تلعب الآن اللاعب رقم 10 من سمارت جلس الفلبيني هذا اللاعب المميز مارنيل. تنقطع وتعود مره ثانيه للجلاء السوري مع دلي الى جري ثلاثيه لتقليص الفارق ثلاثيه جري من الجلاء السوري والآن 17 نقطه للجلاء السوري 21 سمارت جلس الفلبيني والهجمة لسمارت جلس الفلبين اعتقد اللاعب حطها بشكل جيد هذا اللاعب جون تيو تمريرات للجلاء السوري الان اللاعب رقم 12 الى 11 بحاول يعدي هذا اللاعب رقم 11 ولكن والكرة الان تصويبه ناجحة شوفها مرة ثانية تصويبها ناجحة للاعب سمارت جلس الفلبين وهذا عدم الحركة البطيئة للإصابة الناجحة للاعب رقم 11 إذا الآن النتيجة 23 مقابل 19 ما زال سمارت جلس الفلبيني متقدم ستة هذا اللاعب البلي ميكر يعدي للاعب رقم 8 ولكن في خطأ وتلغي الإصابة خطأ على اللاعب رقم شوفه مرة ثانية خطأ على 9 الحكم يقول قبل ما يعني يقفز والكرة يعني تترك ايد اللاعب الخطأ على اللاعب رقم 9 من الجلاء السوري هذا اللاعب جري خطأ شخصي واحد على جري ستة مع الكرة من سمارت جلس الفلبيني كيو خمس ثواني للتخلص من الكرة وتلعب وفي خطأ أيضا يمتازون اللعيبة الفلبينيين فعلا في اقتناص الأخطاء هذا الخطأ الآن على اللاعب رقم 14 يعني الحركة السريعة تجبر اللاعب الديفنس أو المدافع على أنه يقطع الكرة ويقطع الكرة والخطأ الآن على اللاعب رقم 14 من الجلاء له عبود شكور ومحاولتين طبعا رميتين حركتين لهذا اللاعب رقم 6 المحاولة الأولى محاولة ناجحة وبعض الجماهير المتواجدة في صالة الغرفة الرياضية والمحاولة الثانية أيضا نقطة تضاف لرصيد سمارت جلس الفلبيني 25 نقطة مقابل 19 نقطة يتقدم حتى الآن سمارت جلس الفلبيني والآن هجمة لنادي الجلاء السوري دخول للاعب او تصويبه من اللاعب رقم 12 بتضيع
من هذا اللاعب جورجيس وتعود مرة أخرى لشمار جلس الفلبيني. ودفاع ضاغط من لاعبين هذا الجلاء السوري. عرضية للاعب رقم 8 تصوب ولكن بتضيع، ياخذها على طول مشير معدلي. الى 14 لجري. الى اللاعب رقم 14 مرة أخرى هذا اللاعب عبود شكوه. بتضيع ياخذها ميلان. عدة محاولات للفريقين ولكن بدون أي إصابة. هذا 8 بحاول يصوب الحين على طريق النقطة. هذا اللاعب بشكل جيد يحرز ايضا نقطتين. بول جيبس اذا يحرز نقطتين ويعزز الفارق 27 مقابل 19. وفي خطا دخولي على اللاعب رقم 12 من الجلاء السوري. هذا اللاعب رقم 12 له اللاعب جورجيس. اذا 27 مقابل 19 وعلى ما يبدو في تغيير في صفوف نادي سبارجلس الفلبيني. هذا 14 دخل الى ارض الملعب اللاعب جوزل جوزل وبصوب جوزل في اول تصويبه له بتضيع وياخذها على طول جراي. جريب بحاول يعدي من واحد ويعدي من الثاني وتمريره جيده الى اللاعب زميله رقم 12 بشكل حلو. يعطيها لجورجيس اللي يستغلها فعلا ويحرز منها ايضا نقطتين. يقلص الفارق 27-21. ست نقاط الفارق مو بكثير. اللاعب رقم 8 يقول انا بزود العدد. اللاعب رقم 8 من سمارت جلس اللي هو اللاعب بول جيبس يحصل على نقطتين ايضا لصالحه. اذا 29-21. وتمريرة ثلاثية الآن بعد تمريرة جيدة ولكن هذا اللاعب رقم 12 من الجلاء جورجيش بيضيعها ويأخذ على طول 9 ولكن مخالفة المشي بالكرة. في مخالفة المشي بالكرة على هذا اللاعب لاعب سمار جيلس الفلبيني. تعود عرضية إلى جراي. الى ميشيل معدلي. ميشيل معدلي بحاول يقطع الكرة ويدخل ولكن ما فيها شيء. يضيع منها وياخذها على طول 14 من الفلبين. هذا اللاعب جوزل ودفاع ضغط مثل ما احنا شايفين. عرضية الى زميله اللاعب رقم 13 وبمرره سريعة الى 8 وفي تصويبة لهذا اللاعب رقم 10 لكن بتضيع كذا 14 مرة ثانية. جوزيل لاعب سمار جلس الفلبيني الى اللاعب رقم 8 بول جيب. تمريرات سريعة مثل ما احنا شايفين. بول بصوب ولكن طويلة ياخذها على طول جري لاعب الجلاء السوري. بعد من واحد بعد من الثاني وبحاول ولكن ايضا تنقطع منه وتمريرة او دخول غير ناجح. ياخذها على طول اللاعب رقم 14 من الجلاء عبود شاكور. الى ميشيل معدلي. جري بحاول يموه بصوب نقطتين بتضيع ياخذها في خطا. في خطا على اللاعب رقم 8 لاعب سمار جلس الفلبيني في مكس واضح. الخطا واضح على اللاعب بول جيب. الخطا الثالث على بول جيب وخرج. لا والله لا الحين في الملعب بغير الحين غير خارج ارض الملعب. ثلاث اخطاء يعني المدرب يحاول الحفاظ عليه حتى يعني الاستفاده من امكانياته في الفتره الثالثه والرابعه. 29-21 اربع دقائق و20 ثانيه تفصل عن نهايه الفتره الثانيه من الشوط الاول. ميلان بحاول يموه. سكر عليه اللاعب رقم 13 الى زميله لميلان. ميلان بيصوب بنقطتين. ميلان بيصوب بنقطتين ايضا ويرفع رصيد اسمار جلس الى 31 نقطه. الفارق 10 نقاط اكبر فارق الان من خلال الفتره الثانيه.
الكره لنادي الجلاء. لاعب رقم 9 جري بيصوب بثلاثيه ايضا. اذا 31-24. مثل ما ذكرت مشاهدينا الكرام، الفائز يلعب مع نادي كازاخستان على المركز الخامس والسادس. وفي خطأ، في خطأ بنشوف على مين؟ على اللاعب رقم 6. اللاعب رقم 6 سوري، اللاعب مشير معدلي، والخطأ الأول على مشير معدلي. رميتين لميلان، كان في محاولة تصويب. المحاولة الأولى محاولة ناجحة، وأيضا عدد أخطاء، مجموع أخطاء النادي الجلال سوري أكثر من 5 أخطاء. أي خطأ قادم جزاء، رميتين طبعا. وهذه المحاولة الثانية لميلان، أيضا محاولة ناجحة. إذن يعزز الفارق ويرفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 24. وهذا مدرب نادي سمار جلاس الفلبيني، المدرب تورمان. الكل الان للاعب رقم 7 الى 4 13 يحاول يدخل ومول بشكل جيد وحلو وتنقطع وياخذها. وفي خطا، في خطا قبل حدوث او نجاح الاصابه، الخطا على اللاعب رقم 9 هذا اللاعب جورجي ويليام. جورجي ويليام، هذا جورجي ويليام. خطا من الحد النهائي او دخول الكره من الحد النهائي. جري عرضيه للاعب رقم 14 يحاول يدخل وبتضيع من هذا اللاعب، بتضيع من اللاعب الجلاء السوري اللاعب عبود شكور، وتعود سريعه لجري. شوفوا مره ثانيه بشكل قانوني ما فيها شيء. دخول اللاعب رقم 13 ايضا بتضيع من هذا اللاعب المميز جيمس سيمسون، تنقطع منه وتعود مرة أخرى إلى مسمار جلس الفلبيني. ستة مع الكرة إلى 10 بموت فيك حلو وحاول يصوب فعلا. لعبة حلوة، لعبة حلوة من هذا اللاعب مرمل، يموه ويصوب في الهواء ويحرز منها نقطة تيجي في المربع على طول، باسكت حلو. إذا 35-24 وطلب وقت مستقطع مرة ثانية لمدرب الجلاء السوري الآن في اللحظات. Hit switch, okay, when he go out, tell him, but you must communicate, you cannot play without communication. Play him, switch, switch. Let's play the five motion in offense, okay? Five motion, smart. Don't go in the finishing, okay, it's his opportunity to finish, but no in the first 5 seconds. Let's play, as a move, inside. Pass back, move it, pull the ball. On, you fight for position inside. Wait and ask, looking for him. Okay? Hi. إذن مشاهدينا بعد الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه مدرب نادي الجلاء السوري المدرب منشور برجي موفيك. هذا المدرب طلب الوقت المستقطع الثاني، اذا لا يملك اي اوقات مستقطع الان خلال الفتره الثانيه، وحتى الان ولا وقت مستقطع طلبه مدرب سمار جلس الفلبيني. وهذه الهجمه الان للجلاء السوري 35-24. جري مع الكره للاعب رقم 13 مصور، لكن في خطا، في خطا لصالحه، الخطا لصالح جيمس ثامسون. نشوف الخطا على من، الخطا على لاعب نادي سمارت جلس الفلبيني. اللاعب رقم 9 عليه خطأين على ويليام جورجي. والآن هذا اللاعب رقم 13 اللاعب جيمس يصوب، الإصابة الأولى غير ناجحة. 35-24
والمحاولة الثانية لي جيمس بصوبها أيضا ضد ناجحة وهناك دخل ورا الكرة تلمس الحلق هذا مخالف للقانون كرة السلة تعود من الحد الجانبي لسمارت جلس مرة أخرى دقيقتين وعشر ثواني تفصلنا على نهاية الفترة الثانية من الشوط الأول والكرة الآن لسمارت جلس بحاول عدي ولكن خطأ واضح على اللعب رقم 13 من الجلاء السوري هذا اللاعب جيمس شوفوا مرة ثانية يموث هذا اللاعب الفلبيني ولكن خطأ جزاء رميتين طبعا مثل ما ذكرت نادي الجلاء السوري عدد أخطاء أكثر من 5 أخطاء أي خطأ قادم جزاء رميتين هذه المحاولة الأولى لهذا اللاعب محاولة غير ناجحة من سمارت جلس الفلبيني هذا اللاعب ريان لوتز وتبقى له الرمية الحرة الثانية إذا رمية واحدة تضاف لرصيد سمارت جلس الفلبيني آخر دقيقتين تفصلنا على نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام تمريرات خارجية لنادي الجلاء السوري هذا النادي العريق بإمكانياته طبعا يعني ولكن على ما أعتقد أرهق جدا من خلال هذه البطولة على سوية الآن في نقطتين عن طريق اللاعب رقم 13 أيضا من الجلاء السوري عفوا جيمس يحرز نقطتين إذا 36-26 الفارق الآن 10 نقاط وهذا اللاعب رقم 6 بصوب حلوة قصير القامة ويصوب ما بين اثنين من طوال قامة القامة لنادي الجلاء السوري ويحرز ما تشوفه مرة ثانية اثنين ويحرز منها نقطتين هذا اللاعب تيو جون تيو دخول الآن خاطف للاعب رقم 13 وعد من واحد وحاول عد من الثاني وتمريرة جيدة للاعب رقم 6 ويحرز منها نقطتين والله حلوة جري حلوة جري تمريرة حلوة من زميلة إلى جري يحرز منها نقطتين والخطأ على اللاعب رقم 13 أيضا اللي هو اللاعب لوتس شوف تمريرة جيدة من لاعب جيمس إلى اللاعب جري يحرز منها نقطتين وإصابة لصالحة أيضا رمية إضافية غير ناجحة 38-28 الآن أيضا 10 نقاط أقل من دقيقة تفصلنا على نهاية الشوط الأول اللاعب الآخر حلوة اللاعب رقم 7 يخطفها على طول هذا اللاعب من سمارجل سيمون ديلان شوفها مرة ثانية يعني بشكل جيد ويقفل لعيبة نادي الجلاء السوري ويحرز نقطتين وهناك أيضا ثلاثية من الجانب الآخر لهذا اللاعب جيمس ثومسون يحرز منها ثلاثية 40-31 في تهديف في تسجيل نقاط آخر 12 ثانية الآن تفصلنا على نهاية الشوط الأول الهجمة الأخيرة لسمارت جلس يستغلها ولا لا وفعلا استغلها بشكل جيد اللاعب رقم 9 هذا اللاعب ويليام يعرض نقطتين في اخر ثانيه والكره في الهواء وينتهي الوقت الاصلي للفتره الثانيه من الشوط الاول بنتيجه 42 نقطه لنادي الجلاء او نادي سمارت نادي الجلاء السوري مقابل 31 نقطه لسمارت جلس الفلبيني أو عفوا 42 نقطة لسمارت جلس الفلبيني مقابل 31 نقطة للجلاء السوري إذا مشاهدينا الكرام هناك 10 دقائق تفصلنا على بداية الفترة الثالثة راحة وبعدها أعود وإياكم وبداية الشوط الثاني فابقوا معنا